أهلا وسهلا إخواني، مرحبا بكم وإن شاء الله تكونوا على خير. بعض الناس كيسولوا كيطرحوا لي أسئلة، شحال المدة اللي نقدر نخلي طاقم الأسنان الكامل الفك العلوي والسفلي؟ دونك المدة اللي تقدر الواحد يبدل فيها الفم ديالو يعني حوالي بين 5 سنين و10 سنين، ولكن هاد المدة هادي تاع 5 سنين 10 سنين خاص فيها بزاف تاع الحوايج الواحد خاصو يديرها. أول حاجة خاص باش هذاك طقم الأسنان يبقى في واحد الحالة جيدة، خاص ضروري العناية به، والعناية به يعني النظافة يوميا. يعني الواحد ملي كي ينوض من يعني يكون كي ياكل خصو يغسل الطاقم ديالو، كذلك ملي يبغي ينعس خصو يغسل الطاقم ديالو، يخليه في واحد الإناء فيه ماء وفيه بعض 3 معالق ديال الخل. ولكن هذا ما كي يقولش لك بأن ضروري خاصك مرة تمشي عند طبيب الأسنان ياخذ واحد النظرة على هذاك الطاقم. يعني هذاك الطاقم مع مرور الوقت يقدر بزاف الحوايج يوقعوا ليه، كيقدر يتآكل، يعني ما يبقاش يعني كيف كان هو النهار الاول. يعني كاين بزاف تاع العوامل، كاين الناس اللي كيشدوا طاقم الاسنان ديالهم كيديروهم في مواد مثلا بحال جافيل، بحال مواد تنظيف هكا، ولكن هاد المواد هذا مع الوقت كيجعل هذاك الطاقم الاسنان كيجلع كي كي كيولي كيولي فراجيل، يعني كيولي دغيا يقدر يطيح يتهرس، وما كيبقاش الطاقم يعني صلب. لهذا خاص ضروري الواحد يعتني بالطاقم الاسنان ديالو عناية، يعني واحد العناية يعني تكون ملزم بها يعني يوميا. وهذا ما كيعنيش بانك دوزتي به واحد الفترة معينة مثلا 3 سنين 4 سنين 5 سنين، ولا كتقول بان صافي راه طاقم الاسنان غيدوز لي 10 سنين ما غنعاودوش. ضروري يعني من حين الى اخر تزور الطبيب ديالك وتشوف واش هذاك الطاقم باقي مناسبك ولا لا، حيت كيوقعوا بزاف يعني اكثر داك الطاقم ما يبقاش شاد لك في بلاصتو، حيت العظم ديال الفك ديالك حتى هو كيوقع عليه تراجع. يعني خاص واخا ديك المده تاع 5 سنين ولا 10 سنين خاصك تحاول تعاود طاقم الاسنان ديالك. وكيف قلت لكم طاقم الاسنان سيرتو الطاقم الكامل الفك العلوي والسفلي خاص الواحد يعتني به واحد العناية خاصة، حيث هو الابتسامة ديالك، هو اللي كتهضر به، هو اللي كتاكل به. يعني خاص يكون هو المراية ديالك مع الناس الاخرين، يعني خاصك تهلا فيه مزيان. كاين بعض الناس اللي كيركب طاقم الاسنان سيمانه 10 ايام، طاقم الاسنان كيولي بحال اللي مركبو واحد المده ديال سنين. يعني هذا خاص انت تكون عندك واحد تكون ملزم تكون عندك واحد النظافه يوميا للطاقم ديالك باش لا بغيتي تحافظ عليه. سيرتو كاين بعض الناس اللي كيجيهم طاقم الاسنان مكلف،
يعني الواحد خصو يتهلا في الطقم ديالو، يرد ليه البال، سيرتو في اثناء النظافه تحط واحد الفوطه هذا باش لا طاح لك ما يوقعش ليه ما يتهرس ما هذا، ودير واحد البول فين تغسلو، واحد فرشات ناعمه باش الواحد ينظفو، والنظافه على الاقل تكون واحد جوج خطرات حتى ثلاث خطرات في الليل، مره مره تحيدو وتحطو في واحد الاناء ويكون به مثلا ماء الخل. كاين بعض الاقراص كيتباعوا في الصيدليات تقدر تحطهم، هذوك الاقراص كيحيدوا غير لي باكتيري، الواحد خصو يعني مره مره يدير هذا الشيء، يعني خاصك تهلا في الفم ديالك. حوايج اخرين عاوتاني، حاول ديما دير ليه واحد البلاصه خاصه ديالو. كاين بعض الناس ما كيقدرش يحيد الفم ديالو، يعني كيحشم ولا شي حاجه، احيانا مره مره حاول تستريح من الفم، يعني واحد على الاقل واحد ساعه ولا ساعتين باش الفك ديالك والعظم ديالك حتى هو يرتاح باش يدوز ليه الدم ديالو. دونك هاد الحوايج هادو، وهذا لا يعني بانك خاصك تزور الطبيب ديال الاسنان ديالك، ضروري تزور الطبيب ديال الاسنان ديالك باش هو يقول لك واش هذا باقي خدام ليك هاد الطاقم ولا غتعاود هاد الطاقم الاسنان. حوايج اخرين عاوتاني خاص تيفيتي، بعض ممكن بعض الناس كيديروا مواد تاع التنظيف بحال لو جافيل بحال مواد اخرين هذا باش كينظفوا الطاقم ديالهم. ديما حاول تبغي تنظف تاخذ ماء دافئ بغوص ادون شويه تاع الدونتيفريس، وتحاول تغسل الطاقم ديالك بواحد العنايه وبشويه، وما تزربش حيت زربتي يقدر يطيح ليك ولا يقدر يوقع ليه شي حاجه ولا هذا. والعنايه هي اهم شيء الواحد يعتني بالطاقم ديالو. كيف قلت لكم هو المرايه ديالك، هو اللي كتهضر به، هو اللي كتاكل به، هو اللي كتلاقى به مع الناس، والاسنان خاصهم يكونوا نقايه، يعني ترى ضحكتي مع الناس ولا هذا كيبان الفم نقي وما تكونش فيه رائحه. دونك كيف قلت لكم المده ديال الطقم تاع الاسنان الفك العلوي والسفلي بين 5 سنين الى 10 سنوات، لكن الا كنتي كتعتني به واحد العنايه خاصه باش يدوم لك، وهذا خاص ضروري مره مره تزور الطبيب ديالك باش ياخذ فكره على هذاك الطاقم واش باقي صالح ولا ما باقيش صالح، وباش يبقى ديما طاقم مزيان حاول تبعد من مواد التنظيف اللي كيديروها بعض الناس. دونك هذا الفيديو هذا غير توضيحي لبعض الاخوه والاخوات كيسولوني شحال يمكن يدوم طاقم الاسنان. دونك هادو بعض التوضيحات الواحد خصو ياخذ بعين الاعتبار، يعني ياخذ بها كيف كتهلا في صحتك، حتى هذاك الطاقم ديال الاسنان حتى هو راه منك، حتى هو خاصك تهلا فيه. ونتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساوش دعواتكم ودخلوا للقناة الثانية نور الدين فلوغ. تحياتي وشكرا بزاف بزاف، إلى الملتقى إن شاء الله.